السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي كيمياء للصف الثالث متوسط. راح نرشح سؤالين وزاريات أمثلة الفصل الرابع، طبعا هذا صفحة 72 وصفحة 73. راح نرشح المثال صفحة 72، نموذج من الخل يحتوي على نسبة كتلية مقدارها 4% من حامض الخليك، ما كمية الخل التي نحتاجها لكي نحصل على 20 غرام من حامض الخليك؟ مطينا نسبة كتلية يعني M، إذا نسبة حجمية V، نسبة كتلية مطيني مقدارها 4% أو ما كمية الخل، أو مطيني 20 غرام اللي هي يقصد الـ M1. فمن المجهول يقول لك ما كمية الخل الـ M total. نكتب القانون، يلا عيني خلينا نشرحه. يلا يا نكتب القانون، القانون شو يقول لي؟ النسبة الكتلية، النسبة الكتلية للمذاب، يعني ما مطين المذيب بس المذاب والام 1 مجهول، يساوي لنا اقول ام 1 على ام توتال في 100%. هذا شنو؟ هذا قانون النسبة الكتلية المن للمذاب. زين نجي نطبق النسبة الكتلية للمذاب 4%، هو مطيني اياها بالسؤال 4%، يساوي لنا الام 1 قلت لكم الام توتال المجهول، انا قلت الام 1 مطينا اياه، الام 1 مطينا اياه اللي هو 20 غرام، لكن المجهول الام توتال، يعني اقول الام 1 20 غرام هو مطيني اياه، والام توتال مجهول يعني انزله في 100%. خلينا نعيد، اخاف خربطت. النسبة الكتلية للمذاب ام 1 على ام توتال في 100%، هو مطيني النسبة الكتلية للمذاب 4%، ومطيني الام 1 20 غرام، والام توتال مجهول، اذا ياه المجهول الام توتال في 100%. يلا عيني اقول ام توتال يساوي لنا حنضرب 20 في 100، انزل 3 صفارة واقول 2 في 1 2، عيني 2 في 1 2 غرام على اليمن على 4. خلينا نختصر، خلنا نختصر، على 4 بها وحدة، 20 كم 4 بها 5 والصفرين ينزلن، شو نقول؟ ام توتال يساوي لنا 500 غرام، هاي شنو 500 غرام؟ كمية الخل، كمية الخل التي نحتاجها. شلون سهل؟ زين ننتقل إلى صفحة 73. يلا عيني خلينا نقرأ وبعدين نحله. يلا حبي صفحة 73. صفحة 73 شي يقول لي؟ يقول لي احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليك والماء في محلول تكون عند خلط 20 ml من حامض الخليك و 30 ml يعني مليلتر من الماء. هذا حجمية مو كتلية، الكتلية M وقلنا والحجمية شنية؟ الحجمية V. إذا شو أقول؟ يلا عيني خلينا نحلها. صفحة 73، هذني المثالية ركزوا عليهن، وزاريات ومهمات. مثال صفحة 73. يلا يوم خلينا خطوة خطوة. زين النسبة الحجمية يعني V، راح أطلع المعطيات، أقول حجم المذاب إيش قد مطيني إياه؟ 20، يعني المذاب اللي هو V1، حجم المذاب V1 يساوي لنا 20 مللتر. زين حجم المذيب V2 يساوي لنا 30 مللتر. هذا شنو؟ هذا جبته من السؤال، جبته من السؤال. زين هذا جبته من السؤال. زين خلينا نغير القلم.
زين، طلعت حجم المذاب 20 هو بالسؤال، وطلعت حجم المذيب 30، راح أكتب حجم المحلول. حجم المحلول زين V total يساوي V1 زائد V2، هذا عندي قانون ثابت، نسبة الحجمية V والنسبة الكتلية M، M total على يساوي M1 زائد M2، فهذا عندي حجمية V total يساوي V1 زائد V2. نجي نطبق، زيد ال V1 معطيني 20 بالسؤال هذا، زائد وال V2 30، زين V total يساوي 20 زائد 30 50، 50 شنو؟ ملي لتر. هذا ايش طلعت؟ طلعت ثاني ال V total. هسه شو اسوي؟ لازم اطلع النسبة الحجمية للمذاب والنسبة الحجمية للمذيب. ليش مذاب ومذيب؟ لأن مطيني V1 مذاب و V2 المذيب، لو واحد ما مطيني اياهم كان خذت بس المذاب. يلا عيني نكتب القانون مال النسبة الحجمية، النسبة الحجمية للمذاب يساوي لنا V1 على V total في 100%. يلا عيني شلون أحلها؟ نسبة الحجمية، هاي نسبة الحجمية للمذاب V1 على V total في 100%. خلينا نطبق على كيفنا. V1 ايش قد مطيني بالسؤال؟ 20 ملي لتر. وفي توتال اللي طلعناه احنا 50 ملي لتر في 100%. زين هسه الملي لتر ويا الملي لتر شبيهن ذني؟ يروحن هذا وهاي يروحن. زين راح اخلي لها مقامها واحد. زين هسه شنو نضرب؟ 20 في 100 ثلاث اصفار ينزلن 2000 على اليمن، 2000 على 50، عيني على 50، الصفر ويا الصفر يروح على 5 بها وحدة، 20 كم 5 بها 4 والصفر ينزل ويساوي نجد 40%. 40% هذه ايش طلعت؟ طلعت النسبة الحجمية للمذاب. هسه شرد أطلع النسبة الحجمية للمذيب، النسبة الحجمية للمذيب يساوي لنا V2 على V total في 100%. V2 على V total في 100%. يلا اي هنا هسه احسن. زين هسه نطبق عليه V2 ايش قد مطيني؟ ال V2 مطيني 30، والفي توتال اللي احنا طلعناه 50 في 100%. راح نخلي لها مقامها واحد، ثلاثة تنزل وثلاثة صفار ينزلن، يعني 30 في 100 3000 على 50، هعيني يلا الصفر ويا الصفر على 5 بها واحد، 30 كم 5 بها 6 والصفر ينزل ويساوي 60%. طلعت 40% ال V1 و 64% ال V total. إذا خلص الحل، ها عيني، وإن شاء الله راح إن شاء الله هم بعد أطلع لكم أمثلة وزارية بالفصل الرابع، نشوف شلون راح نحل، وبالتوفيق.